الموبايلات بقى، الموبايلات اللي احنا بناخدها في حضننا واحنا نايمين دي طلعت قصتها كبيرة قوي. طبعا. يمكن التحذير ده على فكرة مش أول مرة يتعمل. إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حذرت من أضرار خطيرة من الهاتف المحمول الموبايل طبعا، وأصدرت بعض المبادئ والتوجيهات، لأنه الاستخدام الطويل طويل المدى للهواتف المحمولة أو للموبايلات ممكن يكون مرتبط ببعض أنواع السرطانات والآثار الصحية السيئة الأخرى. إدارة الصحة طلبت من المواطنين إن هم يخلوا التليفونات بعيد عنهم، بعيد عن جسمهم بقدر المستطاع، يستخدموا سماعة بلوتوث أو حتى سماعة السلك دي، ممكن يرسلوا رسائل، يبعتوا تايبنج أحسن بكتير من إن هم يتكلموا ويحطوا التليفون على ودنهم، ويا ريت يشيلوا التليفونات في شنطة، ما يتحطش في الجيب، يتحط في شنطة بدل ما يأذي، أو الإلكترونيكس والفايبس اللي بتطلع منه تأذيك. وكمان يا ريت برضو الموبايل يكون بعيد عنك أثناء النوم. أنا متأكدة أن كل الكلام ده ممكن يحصل إلا أن الموبايل يبقى بعيد عنه أثناء النوم. أحيانا بعض الناس يا نور بتبقى بتستخدم الموبايل طبعا كمنبه ألارم عشان يصحيهم الصبح، ده بيبقى مهم قوي، فبيحب يبقى الموبايل يكون جنبه. لكن في الحالة دي أنت ممكن تعمله على إيربلين مود، يعني الإيربلين مود ده أنت بتفصل تماما أي تأثير يعني لأي فيلد يعني كهرومغناطيسي حواليك مضر ليك وانت نايم، فلازم تعمل الايربلين مود لو انت عايز تستخدمه فقط كمنبه يصحيك. مهم قوي ناخد بالنا من ولادنا اللي بيقعدوا يلعبوا جيمز كتير على الموبايلز وبياخدوه في حضنهم كده وهم نايمين، ولازم يكون بعيد عنك تماما وانت في الاوضه. مهم برضو ما تحطش الموبايل في جيبك، يتحط في الشنطه. الحاجات دي مهمه قوي ناخد بالنا منها في الحقيقه. حتى لو راجل، هي الفكره انه دلوقتي خلاص بقت الموضه انه الراجل بيكون معاه شنطه جلد صغيره كده وحلوه، او حتى المحفظه اللي تتمسك في الايد دي كبيره شويه، يا ريت تحط الموبايل فيها. كمان كان في حاجه مهمه جدا، يا ريت نرجع للمنبه الحلو اللي هو المدور ده اللي بيضرب جرس فظيع ده، اعتقد ان ده بيصحي احسن واكتر بكتير من الموبايل. الموبايل رنته تكون لطيفه انت مختارها بتاع، لكن المنبه اللي بيرن بتاع زمان بتاع ده هيصحيك 100% ومش هيأذيك باذن الله، هو هيخضك بس الصوت.